تبدو أزمة ارتفاع أسعار المحروقات في الرمادي أكثر وطأة على سكان المدينة، الأمر الذي دفع أصحاب المولدات الأهلية إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير الغاز وتخفيض أسعاره لمنع انقطاع التيار الكهربائي. احنا أصحاب مولدات متجمعين اليوم هاي التجمعة لننقل معاناتنا، معاناة أصحاب المولدات في قضاء الرماد بالأخص والأقضية المجاورة. المعاناة تولدت حتى من ارتفاع سعر الغاز إلى ردات الكهرباء الوطنية. يا أخي اليوم أنا كأصحاب مولدات ما مجبور أشغل 24 ساعة، المواطن يتكهرباء 24 ساعة، وبالمقابل من يطلع الامبير مرتفع، ليش الامبير مرتفع؟ اختفاء الغاز المشغل لمولدات الكهرباء الأهلية وعدم وجود دعم حكومي تسبب في استياء أصحاب المولدات في الرمادي لما له من تأثير على أوضاعهم المعيشية وتعطل الإنتاج في المحافظة. نريد توفير الغاز ما يقل لا يقل عن 50 لتر للكيفي الواحد، حتى هاي تنزل من التسعيرة، حتى تنزل لنا من التسعيرة اللي هسه يعاني منها المواطن، واللي سببها هو ارتفاع أسعار المحروقات والوقود التجاري. يعني الحصة الحكومية ما تكفي اللي مقررتها وزارة النفط 10 لتر على الكيفي الواحد، العشرة لتر ما شغلني أكثر من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا. أصحاب المولدات طالبوا الحكومة بسرعة توفير الوقود ومعالجة الأزمة لتخفيف العبء على المواطن الذي يدفع ثمن إخفاق الحكومة في توفير الغاز المولد للكهرباء. سوء تنظيم توزيع الكهرباء على المناطق غلط، هاي غلط، خاصة منطقة الشهداء مظلومة. أعلى سعر بالخالدية هو منطقة الشهداء فقط. استمرار أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة قلة كميات الوقود التي توفرها الحكومة يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويسهم في تردي الأوضاع المعيشية في الرمادي، ما يستلزم سرعة التعاطي مع الأزمة وتوفير الحلول الفورية ومنح أصحاب المولدات الكميات المناسبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.